بتحبي طويل ولا قصير؟ طويل. بتحبي طويل وانتي؟ طويل. بتحبي طويل؟ طب لو طلق لو كان قصير كان هيبقى مش هحب بصراحه. بس هحبه قصير. بتحبي طويل برضه؟ هحبه بس مش هيمشي معايا، مش هتبقى خيبه خيبتين يعني. ايه؟ مش هتبقى خيبه خيبتين. تبقى خيبه خيبتين. فانت بتحبي طويل؟ طويل. دلوقتي يا جماعه كلنا عارفين ان في الشتاء مع المتغيرات بتاعت الشتاء بيقصر، بتحبيه طول ولا قصير؟ ايه ده؟ الشتاء. الشتاء؟ بحب المطره. بتحبي الايه؟ المطره. هو في الشتاء بيقصر معروف، انت بتحبي طويل ولا قصير؟ الشتاء؟ مفيش بحب الشتاء عادي يعني. الناس بتحبه طويل، ناس تانية تحبه قصير، انت بتحبيه طويل ولا قصير؟ لا انا بحب الشتاء طويل بس مفيش سقعة. بتحبي طويل؟ اه بس الناس تقول لك لا انا احبه قصير. لا انا بحب الشتاء طويل بس مفيش سقعة. بتحبي طويل؟ الشتاء. ما احنا بنتكلم عن الشتاء. سؤال، بما اننا داخلين على الشتاء، بتحبيه طويل ولا قصير؟ لا طويل.